They're off and racing. انطلق الشوط الرابع بعد انسحاب صخر من هذا الشوط. انطلاق موفق لعدد 5 من الجهات بانطلاقة قمري. من يقود الشوط من البداية بشعار العفو ريسينج مع الفارس الإيطالي فرانشيسكو ديتوري. المركز الثاني The Ghost Ship مع الفارس حسن أصغر. المركز الثالث أندنتي مع الفارس حسين أصغر. بينما المركز الرابع يتواجد شامخ مع سالم العجمي. تأخر لبات موبيل في هذا الشوط مع الفارس حسين محمد. المركز الأول والصدارة حتى الآن مع قمري بشعار العفو ريسينج. المركز الثاني هنالك انطلاقة أندنتي من جانب السياج بالكاب الأبيض بشعار فيكتوريا. ومن الجانب الآخر انطلاقة The Ghost Ship مع الفارس حسن أصغر. وتراجع أيضا حتى الآن لشامخ وأيضا لدينا بات موبيل. إذن الصدارة حتى الآن مع قمري والمحاولات قائمة أيضا من قبل أندنتي مع الفارس حسين أصغر. فعلا أيها المتابع الكرام أندنتي من ينتزع صدارة الشوط الرابع. المركز الثاني قمري The Ghost Ship في المركز الثالث. والمركز الرابع جابي شامخ وبات موبيل في المركز الخامس.